اليوم بدأ حزب الله بتقنية الطائرات المسيرة الحديثة جدا والتي بدأت تشكل رعب. يعني اليوم تم استهداف، هناك أخبار تم استهداف رئيس أركان الجيش الصهيوني بإذن الله وإصابته حقيقية بإذن الله من خلال طائرة مسيرة ذكية لحزب الله. لذلك نقول المرحلة الثانية لحزب الله، يعني رئيس أركان الجيش الاحتلال الصهيوني هيرسي هيرفي على ما ذكر قتل، اعتقد تم استهدافه، يعني من خلال طائره مسيره ذكيه جدا وحديثه. لم تستطع لا منظومات الرادار ولا القبه الحديديه ولا كل اجهزه الدفاع الجوي ان تتعقب هذه الطائره، بل هنالك اخبار تقول ان هذه الطائره صالت وجالت داخل مدن الكيان الصهيوني الى ان وصلت الى الهدف المنشود. فبالتالي هنالك تطور كبير جدا يحسب لمحور المقاومه.